الزلاط تيجي المنظر ديالو رائع رائع جدا. كذلك القشم مرة أخرى. اللي هي الأصحاب السكري على الشكل. واحد ثلاثة ديال الدقائق. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي الاصحاب السكري. عافانا الله وعافاكم من كل امراض، وكذلك نزول لبعض الاخوات اللي تيسولوا باش نبدلوا ماده العسل. هنا اختارينا لكم الزبيب وهو العنب المجفف. وهنا ان شاء الله غادي ندير واحد الكيكه اللي غادي تكون في متناول الجميع وصحيه كذلك لكل الناس. عندنا هنا جوج كؤوس عنبه ديال الشوفان، كذلك هنا كاس ونص ديال الكوك، كاس عنبه، هنا جوج كيسان ديال الزبيب، نفس الكاس ديال العنبة. هنا عندنا ثلاثة ديال البيضات بحجم متوسط، وهنا عندنا 120 غرام ديال الجوز كذا، وهنا كذلك واحد ثلاثة غرام ديال الملح، هنا 7 غرام ديال خميرة الحلويات، عندنا كاس عنبة ماء معدني نقي، وهنا عندنا نص كاس عنبة هو هذا اللي غادي نعبرو بيه كاس، تيعطينا نص كاس عنبة. هنا أول حاجة إن شاء الله غادي ناخدو الميكسر هذا الكهربائي، غادي نقومو بطحن الشوفان، الملح، هنا غادي ناخدو الجبس ديالنا، وغادي نطحنو كذلك مع الشوفان. هنا غادي ناخدو جوز كوك كذلك، وهنا أخير غادي نطحنو العنصر الأخير. هنا غادي ناخدو نص كاس عنبة، اللي هو كاس واحد من هاد الصغيرين اللي عندي، و غادي نضيفوه على الخليط. كذلك العنصر الأخير أو قبل الأخير هو البيض. ناخذو واحد البول، ما نحتاجو سباتول الفوي، ما نحتاجوهاش، نحتاجو سباتول. ها
الاخير غادي ناخذ واحد هنا ثلاثه المعالقات ديال الكوكوم، كذلك بيكنج سودا، وغادي نزيدو الكل على هذا الشكل. ونخليوه واحد ثلاثة ديال الدقائق ونرجعو معاكم ان شاء الله. وهنا بعد ما خلينا الخليط ديالنا يرتاح، غادي ناخذ واحد المول دهنا بالزيت العود هيا، ودرنا عليه الخليط هاي، وهنا غادي نسكبو الخليط هاد المول هدا، نقادو فيها باش يجينا ميم ديمونسيون أو مستوى واحد. هكا غادي نوضعها في الفرن على 350 في الأعلى، ستين دقيقة ديال الطهي. الكيكه ديالنا بعد ما خرج من الفرن زيناها بقليل من الكوك، خويطه ديال العسل اللي هو ديال الدغموس، ما غاديش يضر مالين السكري، هو باش نخدم دائما. اذا هذا تيبقى اختياري، يمكن تبقى هي هكاك على داك الشكل ديالها، راه الحلاوه ديال الزبيب اللي عطاتها لينا ماشي اول مره تنصوبوها، الحلاوة ديال الزبيب والكوك شي حلاوة طبيعية 100%، هي اللي بغا يزيد شي حاجة الحلاوة عندنا في الدار هنا مبليين بالعسل، خصهم يزيدوا العسل في بعض الأشياء، ما عندنا ما نديرو ماشي مشكل، أذواق تختلف. إذا هنا إن شاء الله شي حاجة جات صحية وجميلة، إلا في المنظر ولا في المذاق أروع. غادي نقسم معكم واحد الطريف، وردي إن شاء الله بحول الله تشوفوا كي تجي من الداخل. فوالا، وهنايا غادي ناخذوا هاد طريف الغزال نذوقوا مع الاخوات ان شاء الله، انا نوريكم كي تجي من هنا. تيجي المنظر ديالو رائع رائع جدا، تيجي داك التعليكه ديال الزبيب مع الكوك شي حاجه غزاله. وغادي نزيد ناخذ معكم بالمعلقه كذلك، نقسمو مره اخرى تشوفوا الروعه اللي تجي فيها هذه الكيكه، بل كيكات كامل الحمد لله تيجيو غزلان. وناخد هاد المعلقة بسم الله على بركة الله، مذاق رائع 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 جدا، شهية طيبة وفرجة ممتعة، إلى لقاء بحول الله قادم إن شاء الله.